اخوان السلام عليكم، صباح الخير عليكم، تحياتي لكم من خوكم لندن في الماتش الاحمر. نتمنى اخوتي من الله يكون كلشي بخير وعلى خير وكلشي مزيان وفي صحه جيده. تحيه لكاع الاخوان ديالنا اللي تبعونا من جميع انحاء العالم، تحياتي لكم، تحيه لخوتنا الجزائريين، وما شفت خوتنا اللي تخليو لنا كومونتيرات. تنبغي ندوز لكم حتى نتوما التحيه، نعز ليكم تخليو لنا كومونتيرات تشجعونا باش نعطيوكم ديما الجديد. المهم اخوتي، الموضوع ديالنا اليوم اخوتي، انا تنحضركم من واحد العمليه ديال النصب تينصبوا بها على الهوانديه بزاف ديال الناس. سنتو اخوتي مزيان، تينصبوا على الهوانديه بواحد الطريقه اللي ما طيحش بنادم على بال. هادي اخوتي راه غنعاودها لكم اخوتي، قصه واقعيه. وقعت الدري خونا هنايا معانا، فهمتيني، وقعت له هذا الفيلم هذا وقع له. ونتمنوا من الله باش نتوما تاخذوا الاحتياط ديالكم باش ما طيحوش نتوما في هذا المشكل اللي طاح فيه هو. هاد العمليه ديال النصب راه العفو، راه واخا يكون بنادم تيطير ما يدي ما يجيب فيه. وما تنساوش اخوتي تخليو لنا لي كومونتير ولا جيم ديالكم، الله يسهل عليكم، باش نزيدو عاوتاني نحطو لكم الجديد. خوتي كان واقف السيد صنع واحد هذا، المهم هاد النصاب هذا، هاد النصاب هذا شنو دار الاخوان؟ كان دايز محدا واحد النجار، وقف عليه السلام بخير هانيه الامور كلشي مزيان، هو هذاك اللي يسهل عليك، فهمتيني. قال له اخويا واش ما عندكش شي نميره ديال شي مول الهوندا؟ الاخر قال له راه كاينه. فاش قال له راه كاينه، قال له نعيط لك على واحد مول الهوندا راه يريقل لك وكذا، وهادي دريري ديال الناس زوون. شو الدخله؟ ما جاش هو للبارك، لاحظوا معايا، ما جاش هو للبارك، داز عنده واحد النجار باش ما يبانش هو في البارك، وصونالو عليه. قال له خويا بغيت النميره ديال شي مول هوندا وكذا، قال له مرحبا كاينه. النجار عاوتاني شنو باغي؟ باغي غير يدبر عليك على مول هوندا في البريكول، حتى لهنا راه مازال غادا مزيان. صونا عليه قال له الو فلان اجي طن طن، راه واحد السيد باغي يهز شي لعيبات كذا، وهادي الاخر راك عارف اخوتي، راه حنا كاملين بحال بحال. صونا عليك اي واحد راه غتمشي لعندو نتايا راه باغي تمشي ترزق الله، مشى لعندو. الاخر قال له فاش ركب مع مول هوندا، قال داك النجار الله يرحم لك الوالدين وكذا شكرا. هادي النجار شنو قال له؟ وقال له تهلا فيه، دير مع المزيان راه ولد عائله، هادو ولد عائله، هادي هي السبب اللي غادي تصيد الدري مول هوندا. فاش قال له راه ولد عائله، مول هوندا تسحب له قال له راه من العائله. ما علينا تا خوتي، حتى لهنا راه حنا غاديين مزيان. ركب معاه قال له غادي تمشي تديني نجيب واحد الطبيلات. منين؟ واحد البلاصه لا داعي لذكر الاسماء. المهم قال له تمشي تديني نجيب واحد الطبيلات. شحال؟ قال له 200 درهم. ها هو راه حتى لهنا راه غادا مزيان كما تنقول لكم اخوتي. قال له 200 درهم، تفاهموا على 200 درهم غادي معاه في الطريق. الاخر الاخر هذاك النصاب شد 200 درهم في يدو قابطها تمو غاديين في الطريق. قال له واش عندك الصرف ديال هاد 100 درهم؟ هاد 200 درهم. مول هوندا شنو دار مسكين؟ جاب درولو فيه 24000. وهو ديك اللقطه اللي قال له واش عندك الصرف ديال هاد 200 درهم، راه باغي يشوف شحال عنده د الفلوس في جيبو. الاخر على نيتو جاب 24000، صرف له 200 درهم. فاش شاف هو 24000، جبد التليفون دار راسو تيهضر معاه من مع داك النجار. قال له اخويا قرا دابا ديك الطبيله راه كدا، ما نجيبوش ديك الطبله، بانت لي ندوزو نهزو واحد الطبيله اخرى من هنايا من مكناس وعاد نمشيو لديك البلاصه. قال له فراني اخويا فرانه. قال له ما ندوزوش لهنايا لواحد البلايصه، المهم في مدينه مكناس. قال له ما ندوزوش لكدا، نهزو واحد الطبيله نديوها غاديين غاديين معانا. وانت في نظرك اخويا غيقولها لك بنادم شنو غتقول له؟ غتقول له مرحبا غتزيدني شي شويه. داكشي اللي دار هو، قال له تزيدني شي شويه، قال له ماشي مشكل يدير الله خير. اسمع صدقوا ما مشاوش للبلاصه اللي قلت لكم في الاول، دا يهز ديك الطبيله يديها معاه عادي يمشي يجيب دوك الجوج طبالي من ليه. فاش داه لديك البلاصه هو عارف الدرب وحافظ الفيلم وعارف كلشي، نزل مول هوندا تيبغي بلاصي هكا، تيقول له لا بلاصي هكا هكا. الله يهديك اصاحبي، تيقول له راه هكا خصني نبلاصي، تيقول له الاخر هكا زرب عليه تلمصو. هي هذيك دخل الدرب خرج قال له
راه الفلوس راه عندي في لهيه في البلاصه الاخرى اللي كنا غادي لها. انا ما اولش على هذه البلاصه هذه، قلت انا غادي ندي معايا الطبيله. الا عندك شي 16000 تما، هو راه شاف الفلوس، راه شايف هو الفلوس اخوتي في اللقطه اللي قال له صرف لي هاد 200 درهم تيرصه، قال له 16000 نوصلوا تما نعطيك كلشي. اخو راه على نيتو مسكين، جبد عاوتاني داك الرولو اللي جبد، جبدو هكا يا 16000 مدالو. فاش هو شاف عاوتاني الفلوس، شاف اكثر من 16000، قال له زيدني حتى ديك 8000. قالو حنا نمشيو لتما راه نريكلو الامور ديالنا، صافي راه عندي الفلوس في الدار غادي نريكلو انا وياك. زادها له تسنش اخوتي، شوف بنادم مسكين خارج يدبر على راسو، خارج يخدم على راسو، اللهم تعالى بعدا يخلف له، خارج يدبر على راسو، اجي نتايا تديلو رزقو هاكا ماشي حشومه. واخوتي استافدو مزيان، الله يسهل عليكم، وما تنساوش اخوتي دعمونا القناه شي شويه، ومرحبا بكم كاملين اخوتي، عرفت نهضر معاكم من قلبي بقلبي. شو اخوتي بنادم خارج يدبر على راسو، تجي انت تنصب عليه تديلو رزقو هاكا ماشي حشومه عليك. حشومه صاحبي والله الا حشومه بالله، شنو تيصور هو؟ شنو يصور معاك هو؟ لا غياكل لا غير مازوط ولا شاط داك الشيء قليل، والحمد لله. ما عليناش، فاش شاف الرولو قال له راه زيدني 8000، زادو 8000 على نيتو هو مسكين. انا دابا هادشي تنقول لكم انا، راه تيعاودوا لي هو هكايا بالتفاصيل، وراه تشاورت معاه قلت له نحطوها للدراري وكذا، وهذا قال لي مرحبا خذ راحتك اخو اسماعيل. ما عليناش، فاش زادوا 8000 شد الاخر 24000، دخل داك الدرب اخوتي راكم عارفين ما عاودش رجع، داك الدرب راه تيخرج من اللي ما عاودش رجع. شوفوا على القطاع اخوتي، دالو 24 الدراري جالس مسكين تيتسنى الطبيله تجي، واحد اللقطه هو يفيق بحال تلمصو دالو السماوي. فاش فاق عاد عاقب الفيلم هو مع الرصاف، فاش كان غادي معاه في التليفون غادي معاه في الطوموبيل تيهضر في التليفون، الو صافي انا ندوز نجيب لك الطبله معايا وكذا، وهادي فهمتيني الفلوس كذا، الفلوس راني نشيتها تتجي وكذا، تير الصين مطارق. ويا هادشي كامل شكون اللي دارته؟ ويا ديك تهلا فيه راه ولد عائله معاه، هو جلاس مع مول النجار تيهضر معاه، قال له راه عندي شي طبالي تخدمهم لي تريق لي دير لي رصاتها النجار، فهمتيني اخوتي؟ طمعت النجار رصا باش هو مسكين. فاش جا مول هوندا قال له تهلا فيه كدا، زعما راك عارف اي واحد راه تيقول لك تعامل معاه مزيان هذا راه ديالنا وكدا، هو راه على بالو غيخدم له وكدا، فهمتيني اخوتي؟ شو النصبه اللي ناصب عليه، دالو 24000 مسكين ضيعوا فيها الله ياخذ فيها الحق. المهم اخوتي نتوما استافدوا من هاد الهضره اللي قلت لكم اخوتي، راه كنعاود لكم انا اي حاجه كتوقع لنا في هاد الدومين هذا كنشاركها معاكم، ونتمنى من الله اخوتي كل شيء ياخذ الحيطه والحذر ديالو في الخدمه، يحضر راسو بمعنى الكلمه. وتحياتي لكم اخوتي، وما تنساوش ديروا جيم وابوني ولي كومونتير اخوتي، كاع الدراري اللي تعرفونا يخليو شي كومونتير يشجعونا اخوتي. نتوني اخوتي راه بزاف د الناس يتلاقاوني خويا في الكومونتيرات ما تلقاهمش. وتحيه لكاع الرجال وتا الخواتات راه كاينين معنا، تا خواتاتنا تيتبعونا تيخليو لنا الكومونتيرات، اللي يسهل عليهم والله يسهل على الجميع اخوتي. ونتمنى من الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، اي تساؤل خليو لنا في الكومونتير نديرو لكم فيديو عليه، والله يسهل على الجميع. وتحياتي لكم كاع العوانضيه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، والله يعاونكم اخوتي، تحياتي.